لم تكتف ميليشيا الانقلاب بحصار حركة الحياة في مدينة تعز، بل عمدت إلى احتجاز قوافل الإغاثة المخصصة لنازحي المحافظة ونهب موادهم الغذائية. تحتجز الميليشيا قرابة 200 شاحنة إغاثية كانت قادمة من مدينة الحديدة في طريقها لإغاثة آلاف الأسر النازحة من الحرب التي تشنها الميليشيا على تعز. قوافل الإغاثة بحسب بيان مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بتعز كانت مخصصة ل12 مديرية تحتضن النازحين الهاربين من جحيم المعارك اليومية. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنهب فيها الميليشيا مخصصات الإغاثة الخاصة بتعز، حيث احتجزت بداية هذا العام أكثر من 64 قافلة إغاثية في مداخل تعز وعددا من السفن المحملة بالمعونات الإنسانية في ميناء الحديدة، وفق تصريح لوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح. كما قامت الميليشيا بنهب أكثر من 2000 سلة غذائية كانت في طريقها إلى مشرعة وحدنان بصبر في فبراير الماضي. تعيش تعز كارثة إنسانية تهدد سكانها الواقعين تحت حصار الميليشيا وتجاهل الشرعية وصمت مجتمع دولي لم يتخذ حتى الآن مواقف جادة تجاه إصرار الميليشيا على منع وصول المساعدات الإغاثية للمحافظة. تغيير مسار إيصال المساعدات الإنسانية إلى محافظة تعز عبر مناطق آمنة أضحى مطلباً ملحاً يضمن وصول المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها، ولم يبق إلا ميناء عدن كما تقول المنظمات المدنية منفذاً وحيداً وآمناً.